أهلا بكم من جديد. ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث أرسلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إلى وزارة النقل مقترحات أسعار تذاكر المترو المقرر أن يتم تطبيقها أول يوليو المقبل. وكشفت مصادر رسمية للمصر اليوم أن المقترح الأول لسعر الشريحة الأولى جنيهان لأول 8 محطات، والثانية 3 جنيهات لـ9 محطات، والثالثة 4 جنيهات لـ16 محطة، والرابعة والأخيرة 5 جنيهات لجميع المحطات. فيما تدرس هيئة السكك الحديدية عددا من المقترحات لأسعار تذاكر القطارات. وللتعقيب على ما لدينا من أخبار، بنرحب معنا في الاستوديو بالمهندس مروان يونس، مستشار التخطيط السياسي والإعلامي. أهلا بك معنا باشمهندس. أهلا وسهلا سامر. سؤال حضرتك، يعني لماذا لا يكون هناك ضمانات حول تحسين الخدمة في مرفق مترو الأنفاق أولا قبل الحديث عن أي زيادة في أسعار التذاكر، يعني وسائل النقل، كما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة؟ بما خلينا ناخد الخبر على كذا محور. اول محور فيه وهو الشكل السياسي للاعلان على زيادة تذكرة المترو، وهو امر هام جدا لكثير من المصريين، ويؤثر بشكل كبير جدا على الدخل وعلى قدرة اي مصري على الاستفادة من مرتباته. لان انت عارفة تذكرة المترو دي، انت لو بتزودي جزء منها تضربيه في 2 رايح راجع، وتزودي الفلوس دي على المرتب، بتؤثر بشكل كبير جدا على قدرته الشرائيه لاي مواطن مصري. ان انت تبداي تطرحي الفكره مبكرا، تطرحيها بشكل سياسي وفي شكل حوار حول القيمه والنقاش حولها، ده امر جيد. ولكن هذه الاجراءات لابد ان تتخذ بحساسيه كبيره جدا، لان دي من الامور اللي وارد معها يرتفع اسعار كثيره جدا في السوق المصري، إضافة إلى طبعا أسعار الانتقالات والمواصلات. ارتفع، هتطلب، هيتطلب معها رفع أجور في كثير من الأماكن مثل القطاع الخاص وما شابه. فنتمنى وإحنا بناخد إجراءات قوية مثل هذه الإجراءات يكون هناك دراسة سياسية للبعد السياسي والبعد الاجتماعي لها، حتى يكون هناك مردود جيد. وأرجع بقى لجزء حضرتك تفضلت بيه في سؤالك حول الخدمة. الخدمة حاليا لابد من مراجعتها وزيادتها وتطويرها وتحسينها، وإحنا مع كل المسار ده. ولكن البعد الاجتماعي والسياسي لزيادة السعر هو البعد الأخطر، مش ان انا رفعت الخدمة سيقبل الناس ببساطة رفع سعر التذكرة. عاوزين نخرج من المربع بتاع ان انا هدي خدمة احسن في رفع سعر التذكرة. سعر التذكرة مرتبط بامور كثيرة جدا، لابد ان ننظر بشكل اعمق لمعدلات النمو في السوق المصري، ازاي قادرة تعملي من نمو. نبص بشكل اعمق للفرص الاستثمارية الداخلية، نبص بشكل اعمق للتضخم الحالي. فانا اتمنى يتم دراستها جيدا، وانا مع نظرية ان هو لابد من زيادتها، ولكن انا رأيي الدراسة جيدة جدا لهذه لرفع تذكرة المترو، لانها هتكون امر هام وامر يؤثر في معيشة كل مواطن مصري.